اللغز الأول. في ظهر اليوم قامت السيدة ديتا بالاتصال بالشرطة وأبلغتهم أن زوجها مات. بعدها بقليل وصلت الشرطة للتحقيق في هذا الموت. قالت ديتا أن زوجها كان يعاني من السمنة، وعندما كشف الطبيب عليه قال يجب عليه أن ينقص من وزنه بسرعة، وإن لم يفعل فسوف يعاني من نوبة قلبية. بعد عودتها من عند الطبيب كانت خائفة على زوجها، فجعلته يتبع نظاما غذائيا صارم. وفي اليوم التالي طلبت من زوجها أن يأكل التفاح الذي أعدته له، وكانت منعته من أكل الكعك والحلوى، ولكن زوجها غضب جدا، ولذلك قررت أن تذهب للعمل بدون أن تودعه. وعندما عادت إلى المنزل وجدته مستلقيا على الأرض وقد فارق الحياة. وقالت ديتا أنها لا تعلم شيئا آخر، ولكن الشرطة اتهمتها وقامت بالقبض عليها. فلماذا تم اعتقال ديتا؟ الإجابة: قالت أنها أعدت له التفاح في الصباح وتركته. فإن كان الكلام صحيحا لتغيير لون التفاح كل هذه الفترة ولكنه ما زال يبدو طازجا، فعلم الشرطي إنها قطعته للتو. اللغز الثاني: يوجد أحد المتاجر الذي يحدث فيه حوادث سرقة كثيرة يا شباب، بالرغم من أن الأمن شديد جدا في تعامله ولا يسمح بدخول أي حقيبة داخل المتجر مهما كانت، ولكن صرخ أحد أصحاب المحلات وقال إن هناك سرقة حدثت في محله. جاءت الشرطة على الفور وبدأت في التحقيق. وجدت الشرطة ثلاثة أشخاص مشتبه فيهم، فقال الشرطي بسؤالهم: ما الذي كنتم تفعلونه أثناء وقوع السرقة؟ قالت الأولى: كنت أدفع ثمن البضائع التي اشتريتها ولا أعرف شيئا. وقالت الثانية: لقد وصلت للتو إلى المتجر وكنت أشاهد الأشياء. وقال الثالث: كنت أبحث عن هدية لحبيبتي ولا أعرف أي شيء. من بين هؤلاء الثلاثة من هو السارق يا شباب؟ الإجابة: السارق هي المرأة الثانية، لأنها قالت إنها جاءت للتو إلى المول وكانت تنظر وتشاهد الأشياء فقط، في حين أنها كانت قد تسوقت بالفعل، والدليل هذه الحقائب. اللغز الثالث: في يوم ما كان هناك جواهرجي غني جدا يدعى أجوس، وكان لديه مجموعة من الذهب والماس الغالية جدا، وبسبب ثرائه الفاحش كان هناك أناس يشعرون بالغيرة والحسد منه، وكان لديه ابنة جميلة تدعى زيزي. وفجأة رن هاتف السيد أجوس ووجد شخصا يقول له أنه خطف ابنته ولن يترك سراحها إلا إذا أعطاه الذهب الذي يملكه. فقال أجوس: أريد أن أسمع صوت ابنتي أولا. فصرخت البنت وقالت: أبي، أنا زيزي. فقال أجوس: إذا كنت بالفعل زيزي يجب أن تجاوب على هذا السؤال، والذي لا يعرف إجابته غيرك. ما هو الشيء الذي تذبحيه وتبكي عليه؟ بعد بضع دقائق لم تستطيع الفتاة أن تجيب، فما هي الإجابة؟ الإجابة: البصل. من عرف الإجابة منكم يا شباب؟ اللغز الرابع: في يوم من الأيام كان هناك لص يسرق بنكا، ولكن وصل عدد كبير من سيارات الشرطة إلى البنك قبل أن يستطيع اللص الخروج منه. لذلك احتجز اللص ثلاثة رهائن وكلم الشرطة. وقال اللص: دعوني أخرج من الباب الخلفي وإلا سأقتل لكم الثلاثة رهائن. ولكي ينقذ الرهائن وافقت الشرطة على مطلب اللص. ولم يمضي وقت طويل وحمل السارق كل ما استطاع أن يحصل عليه وكلب أحد الزوار. فلماذا أخذ هذا الكلب؟
الإجابة: لكي يربط الهاتف الذي استخدمه في الكلب ويتركه يمشي، لأن الشرطة تتبع الهاتف الذي كلمهم منه حتى يعرفوا مكانه. من منكم توقع هذه الإجابة؟ اللغز الخامس: يودا ويودي توأم مات والدهما. عندما مات أباهم أعطى كل ثروته إلى يودي ولم يعطي يودا شيئاً، وبسبب ذلك أصبح يودي غاضباً من يودا وكان يغار منه. كلاهما ما زال يعيش في نفس المنزل الذي تركه لهم والدهم. وفي يوم ما وضع يودا السم في مشروب ليودي، وعندما وصلت الشرطة للبيت وجدوا أن الذي مات هو يودا واضع السم. فلماذا حدث ذلك يا شباب؟ الإجابة: قام يودا بتغيير ملابسه مع يودي في هذا اليوم، فعندما جاءت الشرطة وجدوا أن يودا هو الذي مات وليس يودي، وفعل ذلك لخداع الشرطة لكي لا يتم القبض عليه. هذه كانت بعض الألغاز الصعبة والتي لا يستطيع الكثير أن يجيب عليها. كم لغزا استطعت حله؟ أخبرنا بالتعليقات، ولا تنسى الاشتراك بالقناة وتفعيل جرس الإشعارات ليصلك كل ما هو جديد.